مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، مساء الخير على جمهورنا الحبيب، جمهورنا الوفي لقناة الشروق والوفي لبرنامج ألو شيف. برنامج ألو شيف يطلع لكم يوميا على 12 ونص طيلة شهر رمضان حتى يوم الجمعة نكونوا حاضرين معكم. حبيت نبدأ منا لأنه برنامج ألو شيف جاكم بحلة جديدة وبهدايا قيمة في هذا الشهر الكريم. ما عليكم إلا المشاركة على الرقم اللي يظهر أسفل الشاشة اللي هو 023 70 92 94، ولا تقعدوا نحبكم بزاف 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 على البث المباشر، تلقاوه موجود على الصفحة الرسمية لقناة الشروق تي في. الهدايا القيمة اللي في انتظاركم واللي يوميا تفوزوا بها، عندنا ثلاث فائزين يوميا مهداة من مجمع سيفيتال من علامة براند. عندكم هذا الخلاط الكهربائي مهداة يوميا من قلت لكم علامة براند. عندنا كذلك المكنسة الكهربائية أو هذا الاسبيراتور مهداة كذلك من عند براند. ما عليكم إلا المشاركة، نحبكم بزاف على الهاتف ونحبكم بزاف على البث المباشر كما تعودت عليكم. بالإضافة إلى قسيمة شراء قيمتها 10,000 دينار جزائري يوميا كذلك تستلموها، فيها مهداة من الواحة للتسوق. وبلا ما ننسوا كذلك لوفينا عطات لكم ان باك مخلط يعني فيه عديد مواد التجميل اللي تحتاجها السيدات كل يوم في العنايه بنفسها وبشعرها وبجسمها كل هاد الاشياء. يلا تعودوا كذلك انه اللي شاف ديالنا في برنامج الو شاف، على بالكم جلست معكم الشيف ناديه، جلست معكم الشيف ام فارس علي، والشيف اللي حبيتوها كذلك صغيره وشطوره واليوم راح نشوفوها في اول طبق راح حضرته لكم للشهر الكريم. يا دار شنو هو بشره مساء النور، صحه رمضانك، رمضانك بالصحه ولهنا، كيفاش راكي؟ صافي الحمد لله. انا قلت لهم بشره شاطره وخفيفه وعلى بالي تسلكها في رمضان ما يغلبهاش، وما على باليش ما يغلبنيش وما يغلبنيش. هيا يلا نخليك ترحبي بجمهورك. مساء الخير لاحلى جمهور، نباكم بالصحه وهنا ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال، وينعاد علينا ان شاء الله بالخير والهنا ان شاء الله يا رب. اكيد ينعاد علينا بصحه ولهنا، وان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام. يلا مشاهدينا كما رحبت بجمهورنا رحب كذلك بلي سبونسور اللي دائما حاضرين معنا في البرنامج. كثره الممولين في البرنامج دليل على نجاح هذا البرنامج، فراح نبدا باول ممول انضم لنا في هذا الشهر الكريم موندور بتشكيله من الاجبان. ممول اخر كذلك حاضر معنا في برنامج الو شيف فونديليس بلا كريم فريش ولا لي صوص بادواق مختلفه، كاين وحده تاع الاعشاب وحده تاع التوابل الهنديه او لا صوص انديان، راح نشوفوها في طيابات ديال لي شيف ديالنا. مارغارين ماني حاضره معنا كذلك في الكونتوار في نستعملوها في الاكل وكذلك الحلويات، رحبوا به مارغارين ماني. ممول اخر مقتصد البيض لنوال حاضر معنا دائما في كونتوار الو شيف. ماجيكو كذلك مكعبات الدجاج حاضره معنا كممول للبرنامج. ممول اخر كذلك تعودتوا عليه المرجان بتشكيله من العسيله الشوكولا وكل المنتوجات التي تظهر امامكم. المرجان حاضر معنا. ممول اخر كذلك حاضر معنا من سيفيتال من علامه سيفيتال مجموعه من الصلصات للسلطه ومايونيز هريسه، يعني تشكيله اللي نحتاجوها في الشهر الكريم. بلا ما ننسى دائما كوتكس اللي حاضر معنا في المطبخ واللي ما نستغناوش عليه في الكوزينات ديالنا، وانا من المستهلكين تاعو بزاف. ممول اخر كذلك تحبوه كامل خاصه قبل الفطور كيكون القرعه عرقان الله الله، رامي حاضر معنا في طاوله الو شيف، راكم تشاهدوا فيه بالعصائر ديالو الطبيعيه واللبن والعديد من الاشياء. وكذلك نرحبوا دائما بعلامه براند اللي انضمت لينا وراهي في المطبخ ديالنا بالاجهزه الكهرومنزليه، راهي حاضره معنا. بشرى واش راح نشوفوا اليوم؟ خليني فقط نذكرهم بالرقم الهاتفي اللي هو 023 70 92 94، وتلقاو كذلك البث المباشر تلقاوه في الصفحه الرسميه اللي تعودتوا عليها. بشرى يلا بشرى واش راح نديروا؟ جبت لهم اليوم ثلاث اطباق تحليه وطبق رئيسي ومقبله، كانوا حاجه جبت لهم حاجه كانوا بزاف طلبوها اللي هي الكراتا. جبت لكم كراتا تاع باذنجان باللحم المفروم وتقدروا ديروه بالدجاج المفروم. جبت تحليات مملحات اللي هما دي ميني كيك بالطون، يقدروا يستبدلوهم يديروه بالدجاج ولا باللحم. وهنايا عندنا تحليه تاع كراميل، تحليه بسيطه وماشي مكلفه بيان سور. نبداو بالطبق الرئيسي تاعنا واش فيه كامل. عندنا هنايا باذنجان، انا هنايا كنت سرحت برك باسكو ما عندناش وقت بزاف، كنت قليتها كنت قطعتها هكذا شرائح وقليتها.
عندنا هنايا كوب تاع اروز كنت طيبته غير في ماء وملح، هذا ما كان باش نزكي به اللحم تاعي. عندي هنا لحم مفروم دوك نطيبه، وتحبوا دي الا حبيتوا تستبدلوه بدجاج مفروم نقدروا نديروا دجاج مفروم. عندي هنايا صلصه طماطم كنت درتها ديجا معكم لاصوص تاع البيتزا، هي نفسها اللي احنا راح ندير بها غراتان تاعي، وكي نكون نخدم نقول لكم الطريقه تاعها. عندنا هنايا فلفل اسود، ثوم بودره، وعندنا هنا توابل اللحم، وبيان سور غراتان تاعنا راح نديروا له بيشاميل. عندنا نص ليتر تاع حليب، زوج مغارف كبار تاع فارينا، وجوج مغارف كبار تاع مارغارين. وهنايا كما الا حبيتوا ديروا من فوق شويه شيدا غابي نقدروا نديروا شويه شيدا غابي. نبداو هنايا بالطبق الرئيسي تاعنا، نطيبوا اللحم هنا في مقله، ندير مغرفه كبيره تاع مارغارين، ندير مغرفة كبيرة تاع مارغارين مع مغرفة كبيرة تاع زيت. يلا الطبق الرئيسي كما قلنا، الناس طلبوا بزاف منا المشاهدين لي غراتان، ونعرفوا انه من الاطباق المحبوبه لي غراتان تاع الباذنجان. واش قليتيه ولا واش درتيه؟ كنت قليته، قطعته شرائح قليته وخليته حتى تبصوبه كامل هذاك الزيت تاعو. دوكا نطيب اللحم تاعي. عندنا هنايا مغرفه كبيره تاع مارغارين، مغرفه كبيره تاع زيت. انا هنايا درت لا فيوند هاشي، اللي يحبوا يديروا البولي هاشي يقدروا يديروا باش يجي خفيف. كيما يسخن اسوميا جو فوا كو غير لي غراتان اللي يتمشاو فايز خفاف فوالا. يلا على البث المباشر راكم 1419، دائما نعاود نكررها، كي نلقى باللي العدد تاع البث المباشر هو طالع نغير الهدايا في عوض انه نمد لي روبو للمتصلين، سواء الروبو للاسبيراتور راح نمدها ليكم، نخير اثنين فائزين من البث المباشر. كما قلنا نعاود نذكركم الصفحه الرسميه الوحيده لقناه الشورو. يلا لهنا راهي تظهر امامكم الوصفه للطبق الاول، تقدروا تصوروها، نطلب من شيفا تاخذ لي هذه الصوره للصفحه الرسميه لقناه الشروق. خلوا الجام ديالكم هنايا ورايحين تلقاو، يلا تلقاو البث المباشر لبرنامج الو شيف هنايا، خلوا الاجابه تاعكم. راح نعطيكم السؤال تاع نهار اليوم واش يقول. يلا سؤال نهار اليوم زوري واش يقول؟ يلا السؤال باش تقدروا كما قلت لكم تتصلوا بنا وتعطونا على الاجابه، او تخلوا الاجابه على مواقع التواصل الاجتماعي او على البث المباشر الموجود على الفيسبوك. يلا السؤال واش يقول؟ يلا وشنو هو لاسيست اللي نديروها باش الباذنجان ديالنا كي نقلوه ما يمش الزيت، يعني ما يمتصش هذاك الزيت؟ وهذه الاجابه كنا درناها، وهذا السؤال كنا درناها عام اللي فات ومدينا الاجابه، فنشوفكم اليوم اذا راكم اوفياء ولا لا. لا وضعوا داخل مايزينا ولا وشنو هذيك، وضعوا داخل بياض البيض ولا نديروه داخل الفارينه، يعني وشنو يلا وشنو هي الاجابه الصحيحه؟ اول اتصال ناخذ نهار اليوم. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور، صح رمضانك؟ عايش كنتم زاده واش راكم؟ الحمد لله. شكون معايا ومنين؟ اميره من الصيف. اميره من الصيف، مرحبا بك اميره. الحمد لله في نعمه. الحمد لله يا ربي، واش راكم شوي مع رمضان؟ والله غير الحمد لله. وانتم واش راكم مع رمضان؟ صافا والله لاباس الحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. يلا تشاركي معنا بزاف على هذا البرنامج، والله غير يعني روعه وفي القمه، والشكر خاص لقناه الشروق والطاقم الفني تاعها. ربي يحفظك، شكرا لك. عجبتكم شويه الشبكه البرامجيه تاع قناه الشروق تاع رمضان؟ كيفاش؟ واش راكي تبعي كامل في رمضان على قناه الشروق؟ تبع صباح شروق، صباح رمضان صباح، ونتبع الو شيف، تبع البرامج الدينيه، يعني هكا كي نقعد حتى لينكام شغلتها وخلاص. صح صح، ربي يحفظك، شكرا لك وشكرا لوفائك. يلا وشنو هي الاجابه الصحيحه باش وشنو هو الحل باش الباذنجان ديالنا ما يمتصناش الزيت؟ نديرو في الفارينه. نديرو في الفارينه، تجاوبي انك نديرو في الفارينه. يلا كاش ما تطلبي اطباق بشرى معاك؟ نطلب الكراسه، ديرنا الكراسه تاع الشوكولاته. تاع الشوفلور ان شاء الله، ان شاء الله يكون حاضر هذا مكان ان شاء الله. ودير لنا الحوت في الفرن، الخبز في الفرن. اها اها،
هذا مكان الأخر. يعني لكم فيين وموفيين وشكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك. عبدي ذكريني فقط بالاسم. أميرة مصطيف. أمينة. أميرة 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 مصطيف. يلا أميرة بقي معنا حتى الآخر، إن شاء الله تكوني محظوظة اليوم وتفوزي معنا بالهدايا اللي نقدمهم لكم إن شاء الله يا ربي. شكرا لك. شكرا. يلا أول إجابة بالفارينة، الناس اللي تقول فارينة حنحطها هنا بالخضرة، ومن بعد نشوفوا باقي الإجابات شكون اللي جاوب إجابة أخرى. نرجع لك بشرى، وش كديري؟ انا هنايا طيبت اللحم تاعي، كنت درته في مغرفه تاع زيت، مغرفه تاع زبده، درت اللحم تاعي هنا يقدروا يستبدلوه يديروا دجاج ملحي، درت انا هنايا شويه ثوم بودره في الكحل وتوابل اللحم، الى يديروا الدجاج يديروا توابل الدجاج. توجور انا في لي زيبيس نقول لهم ديروا واش عندكم نتوما ولي زيبيس البنان اللي عندكم. هنايا اللحم تاعي راه طاب، نطفي عليه باسكو حيزيد يطيب في الفوق. ما نخليش يطيب 100%، يعني تقريبا 80% فوالا. غير تشوفي بلي تخلطيه بالنحيف شو هو تمتم يطيب فوالا. بعد ما طاب اللحم تاعي هنايا عندي قلت لكم قيس كاس تاع رز كنت طيبته في ماء وملح برك، دوك انا هنايا نزيدو لل لافارس تاعي اللحم تاعي هنايا باش نزكي اللحم تاعي. الناس اللي عايلات ولي فوالا ما يجي خفيف فوالا. قيس كوب برك تاع روز مغلي صفيناه باش نزكو، وراح يعطي كذلك طراوه لهذيك لا فيونداشي ديالنا. فوالا نزيد غير شويه برك بشرى وفوالا. اقطعها سميه قالوا الكريم. يلا رام 2388 واحد معنا على البث المباشر. يلا يطلبوا مني انه حال موعد عطان تاع الباذنجان محشي باللا فيونداشي. جات العين ولا شنو؟ شنو هذيك تاع جلمان وتتعمر. يلا درنا الباذنجان قلينا كما تعرفوا هكذا على شكل شرائح على هذا الشكل هكذا قليناه، ومن بعد واش دارت؟ دارت له الحشو ديالو اللي فيها لا فيونداشي، وزدتي لها كميه من الروز مغلي ومصفي بيان سور، زدناه لهذاك اللحم ما درنالوش ميم با البصل، ما درناش بصل فوالا. اللي حاب يزيد هنايا الحشو اختيار، يعني واش تقدري تزيدي زيدي. هنايا في البلاطو تاعنا اللي يدخل للفوق كنت درت طبقه تاع لاصوص طومات اللي الطريقه تاعها كنت درتها لكم ديجا كيما درنا البيتزا، مي نعاودها. كنت جبت حبه طوماطيش نحيت لهم القشره تاعهم قطعتهم، تحبوا تميكسيوهم ديريكت ميكسيوهم، درت لهم ملح في الكحل توابل ملح في الكحل وعكري لي زانغغيديون مكتوبين في على الشاشه، اكيد الوصفه موجوده على الشاشه. درت لهم هذوك لي زيبيس ودرت لهم مغرفه تاع زيت خليتها طيب لي الى ميكسيتوها تخدموا بها ديريكتومون، الى قطعتوها دي كاري ميكسيوها وتخدموا بها حتى تولي هكذايا. درت طبقه منها، من بعد جبت الباذنجان تاعي هذه اللي كنت قليتها درتها هكذايا، ندير زوج هكذا كيف كيف، ندير لافارس تاعي الداخل بهذه الطريقه ونغلق على لافارس تاعي. يلا نشوفوا في الشكل، نغلقوا هكذا بهذه الطريقه ونكملوا الكميه اللي عندنا تحت البعت باش يشوفوا. قولي لي تحت درتي لاصوص طومات من تحت بعد درتي لاصوص طومات فوالا، بعد ما راه ندير هذا الحشو وتقدروا كما قلنا ديروا كذلك دجاج مفروم فوالا. نعمر كامل الطبقه هكذا يلا. راكم 1699 على البث المباشر، نحبكم اكثر. الكل راه يجاوب، نحطوه في الفارينه ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه. دوك هنايا نخدم اون صوص بيشاميل باش نديرها من الفوق. هنايا كيف ضر لكم هكذا الحشو تقدروا ديروا طبقه ثانيه من هذا الحشو. انا كي تبقى لي توجور ندير الطبقه هذه هكذا من الفوق تجي مليحه فوالا، وما تكونش كميه كبيره تاع باذنجان. صح، نكلخو لهم وكانه زعما درنا لهم غراتان تاع لا فيونداشي وحده، بعدا يلقاو حتى يتلاقاو يتشوكوا بالمجنجم. يلا باش ديري حساب الوقت، دوك نديرو لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل كامل يعرفوها سهله، فارينه وحليب ومارغارين. جست هنا نجيب كسرونه
يلا كاين اتصالات ايمان. ايمان معايا اليوم تخدمكم في الصوت، زوري فاطمة زهرة السلوس في الاعداد، هي وفيصل ميديا، ومسؤول بلاطو رضوان في الاخراج، ياسين بن عوده هنايا في التصوير، فاروق الياس، وشيفا. شيفا اليوم عيد ميلاد بنتها مايا، ماريا، نغلط ما بين ماريا، عيد ميلاد بنتها ماريا، كل عام وهي بخير ان شاء الله، طوالة العمر وربي يفرحك بها حبيبتي، تشوفيها كامرأة ناجحة، وتعرضي لنا العرس ونجيو ناكلوا الكاطو زيد، تشوفي ولادها ربي يفتحها لك ان شاء الله يا ربي. جويز انيفرسير ان شاء الله يا ربي. جويز انيفرسير، انا ما نحبش الاعياد ميلاد اللي يطيحوا سوا مع رمضان، ما عندك واش ديري، لا تفقتش تاكلي هكذا في القلب اللوز، شمعة في القلب اللوز وهي فرات، نخلفوها لها ان شاء الله عيد ميلاد سعيد مرة أخرى. يلا نعاودو نرجعو، قلنا شفتوا الكاطان ديالنا درناه في البلا اللي يروح للفرن، دوكا يتوجد له صوص بيشاميل اللي كامل شفتوها الناس اللي ما ربما البنات ولا عندنا دائما نقول رمضان يدخلوا بنات صغار بزاف للكوزينه. فوالا صح صح، يشوفوا شوفوا الطريقه معنا. ناخذوا اول اتصال نهار اليوم. الو الو، ثاني اتصال نصايبو، ثاني اتصال. الو 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 الو، مساء النور. مساء الخير، شكرا جزيلا. الحمد لله في نعمه، وانتيا؟ الحمد لله يعيشك. صحه رمضانكم، شكرا لك. صحه ولهنا ان شاء الله. ان شاء الله انت ثاني تصومي بالصحه ولهنا. شكون معايا ومنين؟ الله يسلمك، معك رندا من باتنا. رندا؟ ايه رندا من باتنا، مرحبا بك رندا وكامل الناس باتنا. فيك يعيشك ربي يحفظك. يسلمك، كيفاش راهي الاجواء في باتنا تاع رمضان؟ قولي لي عندكم هذاك الموفمون. الحمد لله الموفمون تاع القلب اللوز، لابيه برا، الساشيات، الخضره الطاير، شغل ما عبيش وشغل. ايه هذيك هي. ربي يقدرنا ان شاء الله ويتقبل منا. امين ان شاء الله. يلا رندا حبيبتي ما نطولش عليك، تشاركي معنا في المسابقه؟ قولي لي. ايه بيان سير. يلا وشنو هي الاجابه؟ نحطوه في الفارينة. يلا نكتب اجابتك ونخليك مع بشرى كيش ما حبيتي تطلبي منها وصفه. مساء الخير. مساء النور، شراكي بشرى لاباس؟ صافا الحمد لله، سوال عليكم، شراكم؟ الله يسلمك الحمد لله. نباكم صحة ولهنا ان شاء الله. الله يسلمك، تعيشي انت زادة. تعيشي ربي يخليك، شماكو حابين وصفات؟ والله راكي مكفية ومكفية، يعطيك الصحة. ربي يخليك تعيشي. ربي يعاونك. اجمعين ان شاء الله. رندا واش برنامجك يتباعي على قناة الشروق؟ والله من الصباح وهي شروق 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 حتى نرقد. يلا ان شاء الله تبقاي وفيه، راكي تبعي ان شاء الله ان شاء الله تبعي مسلسلاتنا في الليل، الاختيار الاول، الاختيار الاول 11 11، اخو البنات، البطحه، واش راكي تشوفي؟ والله كيما درت مازال ما حكمتش تما الوقت تاعهم قد هذاك تاع التهليل تما المسلسلات هذاك اللي في الليل. بصح راني قلت لك شروق من حيها يا بعدا اليشا. ان شاء الله تبقاي دائما وفيه لينا ونبقاو في المستوى المطلوب. شكرا لك وصحه رمضانك مره اخرى، صحه فطورك. الله يسلمك تومازا، شكرا سلمي لنا نسبتنا. شكرا لك، يبلغ ان شاء الله. سلموا لي انا بزاف بزاف ان شاء الله يبلغ. هاي فينا ما شاء الله. شكرا لك شكرا لك. يلا كما قلت يعني الشبكة البرامجية الرمضانية لقناة الشروق رائعة، يعني على بالنا كامل الحلقة اليوم الأول واليوم الثاني الحلقات يكونوا شوية ما ناش فاهمين السلسلة ما ناش فاهمين، لكن بدا هذاك الحماس وبدا تاع لازم يوميا نحطوا قناة الشروق ونتفرجوا المسلسلات. واليوم كذلك حصتكم ديما رابحين، تربحوا هنايا عندي هدايا، وفي الليل كذلك مع ياسمين عماري، اليوم أول حلقة لياسمين عماري برنامج ديما رابحين، ان شاء الله يخدمكم في الليل على ما اظن على 12 ولا 11 راح نشوفوا التوقيت تاعو فيما بعد على الشروق اكيد. والعديد واش كي تفرجي؟ نحن دي فرماج، راح ديري فرماج. فرماج يلا انا نقرا تاع واش باش تاع موندو. فوالا واش مندوق هذا؟ ابيض. اي هذا ابيض. هذا فيهم نورمالمون الاذواق بزاف بنين سميه. بزاف بنين. يلا استعملت برك مقص. يلا ذوق مازدام هكذا، هذا تاع موندور. يلا نستعملوه في نحبوا دائما البيشاميل نكهوها باللي فرماج فريمون فوندو. فوندو. يلا نعطيك مغرفه، نحب انا الفرماج نلقاه هكا كريمي الداخل. فوالا شوفه صح
شوفوا النوعيات تاعو ما ريحتو بزاف بنينه. هنا عندي قسم غير فابريك فرماج انا المتعني ما كاينش. يلا لا بيشاميل باينه وجرتي درت حنايا المارغارين مع الفرينه. خلي الفرينه تاعي تحمص لي تري بيان ومن بعد سلح لي غير بشويه برك باش ما يشكلوليش هذوك لي غريمون. فوالا ومن بعد درت ملح في الكحل ودرت مع التالي ماما عقدت لي درت لها مغرفه تاع فرماج فوندو. وكان ديروا لا بيشاميل تاعنا من الفوق. هذا بالنسبة للغراتا. فوالا الغراتا نتاعنا. يلا لا بيشاميل درناها لهم من الفوق تبقى اختيارية. الناس اللي ما يحبوش بيشاميل يقدروا ديروا فقط فخوماج هكا يقدروا يكملوا من بلا يقدروا ما يكملوا بلا صوص من الفوق صح. هنايا نديروا شوية فخوماج غابي اختياري. يلا هذا بالنسبه للغراتان تاعنا. الفوق تاعنا يكون سخون من قبل ندخلوا الغراتان تاعنا. هنا غير تحملنا الوجه تاعنا تاع الغراتان نحيو باسكو كلش راه طايب فيه. فوالا كندخل. يلا 1837 الاجابات كلها نحطوها في الفرينه. على كل حال معروف الفرينه هي الاجابه المايزينا. شكرا لكم شكرا على تعليقاتكم. خلونا كذلك في التعليقات واش راكم حابين تشوفوا معنا كاطباق واش راكم حابين تشوفوا اطباق زعما اسكو لي غاتا المراقي كل واحد واش يفضل يشوف في شهر رمضان. يلا عندي اتصال نستقبلوا معكم. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام صحه رمضانك. الله يسلمك صحه رمضانكم. شكرا لك. شكون معايا ومنين؟ ام محمد من باتنا. ام محمد نسبتنا راكم بكثره اليوم الله يبارك عليكم. يبارك فيك يعيشك. واش راكي ام محمد؟ لاباس انتم راكم منورين ان شاء الله يبارك ما شاء الله. ربي يحفظك منوره بكم بوفائكم. الله يبارك. هذه مده وانا نحاول نتصل بكم واخيرا حكم. مرحبا بك سعيدين جدا باتصالك. ام محمد نقصي فقط جهاز التلفاز من فضلك باش نسمعك مليح. يلا راني نسمع في روحي على التلفاز. خلاص راني نقص. يلا ام محمد قولي لي واش راكي معوله طيبي اليوم بالسؤال. نعم واش راكي معوله طيبي اليوم؟ حنايا انا في الشرق نديروا الشوربه البوراك سلطه. هو الطبق الرئيسي الحلو اليوم. الطبق الرئيسي وشنو؟ بلاك ندير غراتا. غراتا يلا شتي غراتا تاع الباذنجان تاعنا اليوم؟ يشهي يشهي ما لا عاوده سهل ان شاء الله. يلا نروح منا باش نكتب اسمك. ام محمد شنو هي الاجابه تاعك؟ نورمالمون نحطوه في الفرينه. في الفرينه اتفقتوا على انه الاجابه تكون في الفرينه. يلا ان شاء الله ان شاء الله تكوني محظوظه اليوم ان شاء الله يا رب. باتنا يلا هاك اش ما تطلبي من شاب واش راهي معاك؟ القلب اللوز. القلب اللوز مطلوب بكثره طلبوه صح ان شاء الله. اي ما درتش الشاف بشرى قلب اللوز. لازم الا درنا قلب اللوز نديروا الحلقه غير قلب اللوز. قلب اللوز ماشي كفينا الوقت ان شاء الله. ان شاء الله تكون مبرمجه الاسبوع الجاي ان شاء الله. ديروها السنه الجايه. لازم نديروه لازم بعد حتى يخرج رمضان. هيا خلاص انا نحب نحطهم في الامر الواقع. قلب اللوز تاع الشاب بشرى راح نشوفوه الاسبوع الجاي في الحلقه تاعها. واش عندك الايامات الاحد الاحد ولا الاثنين الجاي ان شاء الله تشوفوا القلب اللوز ان شاء الله. يلا شكرا لك ام محمد. ربي يعاونكم صحه فطوركم. ربي يحفظك صحه فطورك انت ثاني. في امان الله. في امان الله شكرا لك. يلا ياسين قال لك خلاص مكلا نروح للبليده للبوفاريك هنا ونشي قلب الله. خلاص طيب تكون هضرنا على المقيط هذه خطره. اه يا مو اسمها ما شربت ندير شتي كنت درتها لكم هنايا. شربت صح درناها. فوالا دوك نروحوا للمقبله. يلا هي عباره عن مملحه بزاف. مملحه بخيستيج وبزاف بنينه تقدروا تمدوها للذراري باسكو حاجه خفيفه. هنايا واش عندنا كامل؟ عندنا ثلاثه حبات بيض كاملين 200 غرام تاع فرينه 120 غرام تاع حليب 60 غرام تاع زيت مقدره على الشاشه. عندنا هنايا 50 غرام تاع طون. هنايا جبتو بلا تاع الزيت ماشي تاع الطوماطيش نحيت له كامل الزيت تاعو. هنايا بواطه وحده تساوي 50 غرام. عندنا هنايا ملح في الكحل والتوابل هنا اختياري تقدروا تزيدوا رومي. انا كي كاين طوم ما حبيتش ندير. الا درتوا نتوما دجاج زيدوا توابل التوابل تاع الدجاج. هنا نخدموا غير بالفوي برك ما نخدموش بالباتور. عندنا ثلاثه حبات تاع بيض نديروهم كامل كيف كيف. هنا توجور نبدا بالسوائل
عندنا ثلاث حبات تاع البيض، الحليب، حليب يكون نورمال بدرجه حراره الغرفه، ما من الفريجيدار تقدري تخدمي به، ندير الزيت، الفلفل الكحل وملح، اسمحي لي بك سميه، يلا تفضلي الملح. فوالا هنا ما نكثروش بزاف الملح باسكو راح نديروا لا باتاتون فيها تجي مالحه، حبش الملح. هادو مملحات بريستيج راهم على الطاوله ياسين، اذا قدرنا ولا فاروق اذا قدرت تعطيني البلون. مملحات اللي راهم على الطاوله يظهروا امامكم، والتحليه كذلك راح نشوفوها فيما بعد. الله الله هم امامكم، هادو هما المملحات اللي راكم تشوفوا في الوصفه ديالهم، هي مكتوبه على الشاشه امامكم، تقدروا تصوروها هكذا وتتبعوا طريقه تحضيرها مع شيف بشرى. هنا يكون درت كامل السوائل كيف كيف، ومن بعد ندير الخميره مع الفرينه. شحال الفرينه؟ فرينه درت 200 غرام، هي كاينه في عندنا 200 غرام. هنا نزيد الطون تاعي، كنت نحيت له الزيت، حبيت طون سميه تاكليه. ما ناكلش قاع الطون، عندي لاكاج والله كون عارف نديرهم بالدجاج. عندي الحساسيه من الطون، ناكل قاع نحط بصح الطون ينوض لي واحد الحب رقيق. تقدري ديريها هذه مي تنحي الطون ديري بلاصتها الدجاج ولا اللحم. نخلطوا كلش كيف كيف. هنا درت التوابل، نزيد دوك هنايا النواشف على ثلاث دفعات، ما نزيدهمش على خطره. الفرينه انا دايرين لها الخميره تاع الحلويات. فوالا ساشي كيس، ساشي ونص، ساشي ونص في 200 غرام. ولف نحب نعاود لهم الوصفات. كي درتها بالغراماج، مي يقدروا يديروا ساشي ونص باسكو ساشي فيه 10 غرامات. يلا طريقة التحضير تلقاوها كذلك على الصفحة الرسمية لقناة الشروق، تلقاو طريقة التحضير اللي ربما راح تلقاو طريقة التحضير ولا ما شفاش معانا، حنا اللي ضيق الوقت ما نقدروش نعاودو شحال من خطرة. فوالا جوست على ليمون سمية كنت درت فيها هذوما الصغار. كما يقدروا يديروا في مول كبير ويقطعوه، والتزيين يكون اختياري. هنا نكمل ندخل الكمية تاع الفرينة، قلت لكم على ثلاث دفعات باش ما ديريش حبيبات. نحطه بالعقل و لازم العجينه تكون متماسكه ولا سائله شويه، خاص كيما تاع المسكوتو. حنقول لك مكتوب فيك باش سهله، طريقه سهله، مملحات اللي تقدروا تحضروهم بهذه الطريقه تخبل، وما فيهمش مقادير بزاف، ماشي وقت ثاني. شوفي 5 تخدميها صح، مام بانو ساعه يكون واجد، يعني بطريقة التحضير بالطيابو في الصح. تقدر تكون حتى وصفه اللي ربما كاين عندها وليداتها صغار ما يقدروش ما يصوموش، ولا شو من عندك ما تبقاش الماكله يوميا، ما تبقاش ماكله من عندك، نديروا اطباق هكا صغار يقعدوا مساكن بلا فطور ولا حاجه على الخفيف، تطيبوها لهم وتخلوها كذلك للفطور ديالكم. فوالا دوك نجيب حاجه ندهن بها، نجيب غير بول صغير ندهن ليمون تاوعي بالزيت. يلا تدهني ليمون. فوالا نبرك بانسو سميات تاعي، نعطيك بانسو تفضلي. قلتي استعملتي هذوك ليمون ويقدروا يعني تستعملوا في المول الكبير، يقدروا يديروا فوالا مول كبير يقطعوهم ويديروهم تزيين اختياري. انا درت هنايا شويه بلا سالاد فريزي، كنت درت لا توماتو سوريز، يقدروا يديروا ميم بالشيدار، يخلطوا له شويه معدنوس باش يعطوا هذيك اللمسه تاع. عجبوني الكواجا اللي جبتيهم هذو الصغار، كاجويات هذو الصغار راكم تشوفوا، شوفوا هذا فيهم الطماطم والمعدنوس وهذو شلاضه. ياسين غلبوا رمضان قال لي تقول ناكلوا مخضوره. شهي هكذا انا نحب هكا نرتب كوزينتي سميه كي نكون طيب، يجيك موبيته باش طيبي. دوك هنايا دهنت ليمون تاوعي بالزيت، يقدروا ما يزيدوا مغرفه زيت هنايا في المغرفه زبده، مغرفه زبده في بلاصه الزيت يذوبوها، ويزيدوا لها مغرفه تاع فرينه، يخلطوهم كيف كيف ويديروا في ليمون تاوعهم. انا ليمون تاوعي ما يلصقوش، درت لهم غير الزيت برك، في عاود ديري زيت ما كتعاود ديها فرينه وتنفضي، ديري مغرفه تاع الزبده ولا تاع الزيت مع فرينه ديريكتومون، خلطيهم ودهني بهم. صح طريقه مليحه، اون فوا بوغ توت، ما تقعديش غير. صح يلا ناخذ الاتصال. الو 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 الو. وي مساء النور. مساء الخير. مرحبا. صحة رمضانكم. صحة رمضان، كل عام وانتي بخير. انتي ثاني. صحة رمضانكم. شكرا لك، شكون معايا ومنين؟ ياسمين من شرشال. ياسمين من شرشال، مرحبا بك ياسمين وكامل ناس شرشال. الله يسلمك. يلا ياسمين تشاركي في المسابقة؟ ايه. اها وشنو هي الإجابة؟ فارينة. الفارينة، ياسمين تقولي الفارينة، وش راح تطيبي ياسمين اليوم؟ طاجين زيتون. شربة خلاصت لك، راح ديري واحدة جديدة؟
هيا بجان. شحال في عمرك ياسمين؟ تباني لي صغيره. 18. الله يبارك. وطيبي كاع حد وحدك؟ لا لا مع ماما. هي الطيب وانت راكي تدي في الشيعة، هي اللي دير الشربة. ايه نعاونها. ايه البلدية تخدم الولاية تدي الشيعة، هذه هي. ربي يحفظها لك ان شاء الله ويطول في عمرها ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. يلا كش ما تطلبوا بشاف بشرى ولا اللي شاف دياولنا باش يقدموا لكم. لا لا الله يبارك يبارك فيك. ان شاء الله تكوني من الفائزين ياسمين. سلمي لي بزاف على الوالده وربي يطول في عمرها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. صحتكم. يسلمك. صحتك انت زاده. شكرا لك. عفوا. يلا نذكركم بالهدايا اللي دائما في انتظاركم. هدايا مهدات من مجمع سيفيتال، هذا الخلاط الكهربائي من بروند، وكذلك المكنسة الكهربائية اللي راح تهديها لكم بروند مهدات من مجمع سيفيتال، هذا لدوبو، بالإضافة إلى قسيمة شراء اللي قيمتها 10,000 دينار جزائري يعني مليون، مهدات من ألواحة للتسوق، والباك هذاك تاع لوفينا اللي فيه مختلف مواد التجميل. قلت لكم شاركوا اليوم، اذا ما طلعتوليش بزاف في اللايف راح ناخذ 2 مشتركات ولا 2 فائزات من الاتصال، وواحد فقط من البث المباشر. يلا بشرى فوالا هنايا راني عمرت. يلا عاودوا حطوا لنا فقط يلا السؤال راهو هنايا، عطونا الوصفه تاع لي سالي باش ندخلوهم مباشره الى الفرن. فوالا هنايا كي عمرتهم ما طعمهمش كامل الفوق باسكو كاينه خميره كيميائيه باش نعطيهم هذاك ليسباس باش يزيدوا يدوبلوا الفوليوم. هنايا الفوق تاعنا يكون سخون من قبل ربع ساعه من قبل اللي نخلوه يسخن، درجه حراره 180 درجه، هنا يطيبوا من 10 حتى 15 دقيقه غير تشوفوهم دوبلوا الفوليوم وحمارو نحيوهم، ولا ديكوراسيون كي يبردوا باش نديرهم لا ديكوراسيون تاعهم. هنايا نديرهم يطيبوا. الوصفه راهي على الشاشه. شحال يشدونا طيب زعما؟ من 10 حتى 15 دقيقة بالخف. قلت لك كامل. شوفي كاع واش عندنا وقت نص ساعة نقدروا نديروهم. هيا اشتعلي وروحي للوصفة الثالثة تاعك باش يكفينا الوقت. هاكي ما شاء الله عليك، الكاطا تاعنا ديجا راهو في الفرن، راهو زايد الفرن نزيدوا لك. نورمالمون أنا حبيت نشوف أسكارهم من الفوق ومن التحت. هو الله يبارك يخدم حالة. يلا نديرو كي تاع بكري ندخلوا يدينا. نورمالمون مازال. نو. خصني زايدت له. معليش خليه دوك داكور باش يكفينا الوقت. نستعينوا برضوان. يلا وبعد نطيبوا هادو لي دو، نروحوا للتحليه. التحليه تاعنا قلنا تحليه بالكراميل، راح تشوفوها نهار اليوم، تقدروا تعاودوها في البيوت ديالكم. اعطيني الوصفه تاع الكراميل، تحليه بالكراميل زوري باش يشوفوها يصوروها. حقيت في كاسونه كبيره. يلا من فضلك نعيمه كسرونه كبيره. ناي مكسرونه كبيره ونروحوا نشوفوا مباشره التحليه. التحليه راهي على الشاشه، تقدروا تصوروها وتشوفوا طريقه التحضير ديالها مع الشيف بشرى. هنايا التحليه تاعنا فيها مكونات بسيطه، التزيين توجور يكون اختياري واش يكون عندكم تقدروا تزينوا. هنا عندنا نص لتر تاع حليب، عندنا مغرفه كبيره تاع كريمه الكراميل تقدروا تشروها بسكر يتباع كامل في الاسواق. عندنا هنايا جوج مغارف كبار تاع مايزينا، هذه بالنسبه للكريمه تاعنا. هنايا عندنا نص كيس فلان فاني فوالا. عندنا هنايا شانتيي، وهنا عندنا كميه تاع مكسرات تحبوا تستبدلوها بالبسكوي. دونك هنايا في كاسرونه نديرو الحليب تاعنا، نزيدو هنايا نص كيس تاع فلون. هنا تحبوا ديروا الفلون فاني ولا تحبوا ديروا فلون كراميل باش يكون لوغو متكامل. عندنا هنايا قيس مغرفه صغيره تاع لاغوم تاع الكراميل باش نكهو التحليه تاعنا. نزيدو مغرفه تاع صلصه الكراميل، نخلطوا كامل هاد المكونات كيف كيف بارد في بارد، ونزيد لا مايزينا تاعي اللي هما جوج مغارف تاع تاع مايزينا. شفتي يا بشا شفتي؟ الحمد لله على السلامات. كان طعت معايا لاني فين رقدت معتي أدم. الحمد لله على السلامات. يسلمك. هنايا كنت درت نص لتر تاع حليب، كنت درت نص كيس تاع فلون، تحبوا ديروا فاني تقدروا ديروا كراميل باش تكسروا شويه لوكو تاع الكراميل. درت هنا مغرفه صغيره تاع لاغوم تاع الكراميل،
مغرفة كبيرة على صلصة كراميل أي تبع هنا اللي تحب دير اللي تستعملها في الدار تقدر ديرها. لأن هنا جمغاف كبار تاع لا مايزينا خلطنا كلش بارد في بارد. هنا ندير الكاسونة تاعي تغلي مع التحريك المستمر نقعد نحرك غير نشوفوا باللي الكريمة تاعنا عقدت لنا نحوها من الفرن. هنا ما عندنا ني زبدة ني والو. يلا نشوفوا التحلية راهي موجودة على الشاشة أمامكم تقدروا تصوروها. تحلية سهلة وما فيهاش بزاف المقادير. يلا البث المباشر راهم 2000 راكم تطلعوا غير 2000 ما تحبسوا. معليش اليوم نعذركم لأنكم ربما في العمل ديالكم كاين ناس بزاف اللي اليوم دخلت العمل ديالها ربي يقدرها. تحية لكل الناس اللي راهم ساهرين على حماية هذا الوطن. رجال الأمن اللي راهم في الحدود مع تسخانة اللي راهم في حواجز الأمن في المستشفيات الأطباء كل واحد راهو يخدم في خدمته نبيلة وهو صايم ربي يقدره إن شاء الله ربي يتقبل منه هذا مكان. ربي يعين كل واحد. دائما نقول هذا الشهر اللي نتفكروا فيه بعضنا الشهر اللي الخير اللي الصدقة اللي بكري احنا في الغوات. انا تربيت في الغوات كانت عندنا واحد العادة قبل الفطور كاع دراري صغار نفطروا برا نجيبوا كل واحد يحط زعما في بلا في سنيوه زعما واش طيبوا. كانت بكري كنا نفرحوا كنا نحبوا نخرجوا باش نخرجوا هذيك الماكله في الغوات اسمها زق الطير هكا طايحين عليها هذا الاسم. ومن بعد كي كبرت عرفت القصه تاع هذيك الحكايه وشنو هي. كي خرجوا دراري صغار كل واحد يخرج الماكله جيران ينتبهوا شكون اللي خرج ما خرجش ماكله زعما خرج ماكله صغيره ولا يعرفوا شكون الجار اللي راهو محتاج ويبعثوا له بلا ما يحسوا. فان شاء الله هاد العاده تبقى دائما هكذا تقصوا دراري صغار وشكلها وكاين لانه كاين المحتاج. انا دائما نقولها ونعاودها نقول المحتاج يحشم ما يقولش باللي راني محتاج وما يمدش يده تقاو في دار ويشرب الماء ولا ياكل. كاين ناس تسقاو تكسر صيامها بالقهوه وحنايا نزينوا هذا طاجين الحلو هذا كذا هذا متوم هذا واحد اخرى ويشرب في ماء ولا ياكل في شلاضه. فهذا انا نقول رمضان ديالنا ماشي جائز لانه رمضان لازم نتفكروا فيه الفقير لازم ناكلوا شيء قليل ونوكلوا بعضانا نحسوا بعضانا خويا اختي جارتي اللي قريب اي واحد شغل ماشي شرط في تنوع الاكل ولي سناب خطونا من هذه الظاهره شفتكم بزاف. انا شخصيا وحده على انستغرام مازال ما حطيت عاله ولا تصويره ولا فيديو للاكل نقصوا الاكل هذاك لي فوتو تاع الاكل والتزيين لانه كاين حتى منين داك الناس عندهم كاين شباب انا يخدموا معايا هنا في قناه شروق شباب راهم وحدهم صايمين مساكن يفطروا فطور عادي فيتشهى الانسان من طبعنا انه نتشهاو. ف يعني اعطوا شويه ردوا بالكم يعني نجرحوهم ولا نخلوهم يحسوا بانهم ما عندهمش ولا نشاهوك شي واحد وما يقدرش ياكل فحرام علينا بشرى. صح صح ما كاينش تصوري انت خطرات تعالوا شاف على جال الاطباق فوالا سينو ما كنت نحط لهم اللي فاتوا مي مع الوقت تاع الاطباق احنا ما دورين. يلا عندي اتصال هكذا ولا الفور هذا يلا عندي اتصال. الو 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 مساء النور. مساء النور مرحبا بك واول حاجه نقصي جهاز التلفاز. الو مساء الخير اختي وشاكي لاباس. مساء النور نقصي جهاز التلفاز. صح اختي يعني نقفلو. يلا مرحبا بك صح رمضانك. الله يسلمك اختي راكي منوره وعجبتينا بزاف على بالك. شكرا لك. صح اختي ربي يحفظك وتحفظكم وتصبروا في حولها ان شاء الله. شكرا لك. قولي لي برك شكون ومنين؟ كنزة من برج البحرين. شكون؟ كنزة. كنزة من برج البحرين. كنزة من برج البحرين جزائر العاصمة. مرحبا بك كنزة. الله يسلمك اختي. يلا وشنو هي الإجابة كنزة؟ الإجابة هي جواب ثالث نوضعوه داخل الفرينة. نديروه داخل الفرينة. يلا كنزة راح نكتب إجابتك وكش ما تطلبي منا أطباق من بشرى كش ما حبيتي تشوفي معنا في هذا الشهر؟ غراتا ديرنا غراتا. غراتا شفتي الغراتا تاع اليوم؟ ايه عجبني بزاف. ان شاء الله تعاوديه ويعجبك. سهل وخفيف. سهل وخفيف ما ياخذش وقت. ان شاء الله تعاوديه. ان شاء الله كنزه ان شاء الله. يلا بقاي معنا الاخير كنزه ان شاء الله تكوني من الفائزين. راح نكتب اسمك كنزه من برج البحري. كاش ما كيتبعي كنزه على الشروق؟ يعني تبع كاين مسلسل هذاك الاختيار الاختيار الاول
كاين المسلسل تعجبوني، وكاين هذاك اخو البنات الثاني تعجبني بزاف. شتي شحال هاي قالوا قاتلنا بالضحك خاسانه خاسانه سويلة مع ساره العلامه نخبه من الفنانين شباب، وثاني تاع الاختيار ثاني شباب تاع كنزا مونتلي وريضا سيتيزاز صح يوسف شحيري هذا كان يتبعوه هاي الحمد لله الحمد لله شكرا لك. وراكم ديروا اطباق بزاف عجبونا وان شاء الله نزيدو نشوفوا من عندكم اطباق جدد ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك كنزة. صحه اختي وصحه فطوركم وصحه رمضانكم. شكرا صحه فطورك انت ثاني وصحه رمضانك وان شاء الله نسمعوا صوتك مره اخرى. شكرا كنزة شكرا. يلا مشاهدينا الناس ولا الناس اللي راهم يتصلوا بنا ومنين داك يكونوا ماشي محظوظين يعني راه عندكم 30 يوم الله يبارك تقدروا تعاودوا تتصلوا تقدروا تعاودوا تواصلوا من خلال البث المباشر. نعاود نرجع البشرة باش نعطيها حق التحليه. يلا بشرة تعجبيني في لا فينيسيون تاع الخدمه تاعك سورتو في لي فيغين شتي شغل تبان هنايا درت لاكريم تاعي بعد ما عقدت لي لاكريم تاعي درت نص تاع كميه درت هنايا في الفيغين تاعي ندير نص تاعها نص ولا يعني شويه للتحت تاع لاكريم توجور نمسحوا هنا لي فيغين تاعنا باش يبانوا الطبقات. النصف الثاني كنت درته في الكونجيلاتور انا حبيت نسرع برك باش تبرد لي سينو نتوما حطوها في الفريجيدار غير تبرد لكم ديروا نص كاس تاع شانتيي نطلعوا بها لاكريم دوزيام باش من بعد نبوشي والطبقه الثوازيام لا كريم فريش لا كريم شانتيي نطلعوها نورمال نطلعوها مع لا كريم تاعنا اللي قعدت لنا نص كاس من لا كريم هذه نطلعوا بها هذيك لا كريم اها وديريها كطبقه اخيره فوالا شفي لي كولور تحتاني راهي فونسي الفوقانيه راهي كلير. يلا راح ناخذ وحده دخلت لكم في الكادر سمحوا لي تعرفوني مبوجي بزاف باش نوصل المعلومه فوالا. يلا شوفوا التحليه كيفاش راهي شيفة؟ راهي عبارة عن طبقة، الطبقة الأولى، ومن بعد طبقة ثانية هذه مكسرات اللي راهي هنا. أنا هما يقدروا يديروا بسكوي مرحي كما يقدروا يديروا كاوكاو محمص، أنا درت كاوكاو محمص، ودرت طبقة ثانية تاع لاصوص كراميل. ياسين راهو يتعذب بالداخل. مال المشاهدين واش يقولوا؟ تحية كبيرة لزميلتي إكرام اللي راح تكون معكم غدا إن شاء الله في تنشيط هذا البرنامج. قلب كبير لك إكرام حبيبتي وصحة رمضان الوالدة تاعك العزيزة بزاف على قلبي طاطا العزيزة وإخواتك وكل عائلتك. يلا نعود نرجع لك للتحلية ولا ناخذ هذا الاتصال نعود تحلية عاودوا حطوا لي تحلية على الشاشة وأنا ناخذ هذا الاتصال. ألو 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 السلام عليكم. ألو 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 مساء النور. مساء الخير واش راكي؟ لا باس الحمد لله الحمد لله صحة رمضانك وكل عام وانت بخير. الله يسلمك سمية. شكرا لك. شكون معايا ومنين؟ ندى من بومرداس. ندى من بومرداس اي والله مرحبا بك ندى. يلا وشنو الإجابة باش ما نطولش عليك ندى؟ وضعوه في بياض البيض. تجاوبي بياض البيض ندى؟ بياض البيض اي زيدي خمي ندى. فارينا ندى فارينا بيض البقوشية. ندى أكيد قابلتني في التلفزيون كي تشوفي فيا. خليها أنا تشوفي فيا أنا. يلا قولي لي ندى يسا ندى. يلا ندى قلتي بيض البيض. ندى بيض البيض يسا الصبرت شوفي نسقسي لك هيا خلاص هيا قربت خلاص الحصه خلينا نجاوبوز بيض البيض. بيض البيض صح ثاني فرينه صح بصح البيض البيض احسن من فرينه نوسو بيان بالفرشيطه و... اي ما لا شوفوني اعطيني تشوف الكادر تاعي راح ندير معكم بيستو راح ندير لكم رابحين ها لا بيض البيض لا وشنو هي الاجابه قلتي لي بيض البيض هو البيض اي هو الاحسن. انت اجابتك صحيحه وكامل شوفي اللي جاوبوا مساكن مقبل كانوا جاوبوا فارينه وانا كنت حاسبه الفارينه باسكو انا عم بالي فارينه هي اللي دير هي فارينه تواسي بصح شغل كي نقولوا الطريقه الصحيحه بيض البيض هو اللي نحي هو راح ندير معاكم البيستون نربحكم كامل. خلاص هادو كاع رابحين هيا هادو كاع عندهم اجابه صحيحه ومن بعد نشوف شكون اللي ربحت فيكم هذا نخمم. شكرا لك. ما تطلبي والو ما تطلبي انقطع الاتصال تاعها؟ لا لا لله يلا ما تطلبي حتى طبق؟ لا لا الحمد لله راكم كثير ومطيبين. شكرا لك
شكرا لك. حفظكم وصحبكم وصحبكم. صحبت عيدنا جبتي العيد يجري مازال. لا إن شاء الله نسمع صوتك مرة أخرى. إن شاء الله صحة. مع السلامة صحفطورك. الله يسلمك. مع السلامة. تميلي على الشاب اللي معك بشرى. شاب بشرى يلا بشرى. الله يسلم عليك. الله يسلمك حبيبتي تعيشي صحفطوركم. بمزية تعيشي حبيبتي. الله يسلمك. شكرا. يلا قتنا صحايتكم وانت تلحق صح صح بك خلاص هي شوفوا الاسبوع الاول ومن بعد خلاص هي صح اربع ايام كي نوالفوا كي نبداو نوالفوا الصيام ونبداو خلاص نتغلبوا عليه ان شاء الله ربي يتقبل منا كامل ان شاء الله يا رب. يلا نعاودوا نرجعوا للتحليه فوالا دوك هنا شوفوا اللي يحب يدير لها البنان يقدر يدير لها البنان كما على بالنا بلي الموز يتماشى بزاف مع الكراميل والا ما عندكش تقدري تكتفي غير بهاد الطبقات. هنا نعاودكم كدرت هذيك الطبقه تاع الكريمه درت هنا طبقه تاع كراميل الى ماركيتو الكريمه تاعي مست فيها مزدتش كامل فيها السكر باسكو درت لها مغرفه صلصه تاع كراميل ديجا تجي حلوه ودرت لها نص كيس تاع فلون تاع الكراميل ولا تقدروا ديروا تاع الفاني يجي حلو ثاني. كنت طبقة تاع صلصة كراميل ودرت هنايا طبقة تاع مكسرات ولا بسكوي مرحي هنا واش يكون عندكم تقدروا ديروا هنايا خلوها تحكم روحها شوية ما بين الصلصة لا كريم دوزيام تبرد غير تبرد نطلعوها بلا كريم شونتيي ديروها كطبقة فوالا بودرة شونتيي. انا شوفي نورمالمون مشي انا اللي مشيتي وغلبك انا وغلبني لا لا هذه هي كي تهضري بزاف تتلف لك فوالا ايه جيست هنايا مور ما تحكم روحها قلنا نديروا لها الطبقة الثالثة الطبقة الأخيرة تاع الخليط اللي بين الكريمة اللي خدمناها والنص كاس تاع بودرة شونتيي مش مزيجوقة كريمة أبدا خلاص بداو ليبي لي موتو تاع بكري نعضلك شوية ليبي ومن بعد التزيين الاختياري يقدروا يديروا صلصة كراميل كما يقدروا يزينوا بالمكسرات هذا واش يكون عندهم بيان سور يعطيك الصحة شكرا يا سيدتي بصحة والراحة بردت شهيد جوز من الله الله تفكريني تكون لسيدتي اليوم سيدتي وجازت لك منا. يلا راكم 2497 عجبتوني كنتوا تجاوبوا كاع فارينة فارينة هي قالت الإجابة باللي بياض البيض نادو كاع بياض البيض حتى شوفوا في الاختيار إن شاء الله حتى اللي جاوبوا فارينة وكانت إجابة خاطئة ماشي خاطئة هي احتمال ثاني راح يكونوا فائزين يعني راح يكونوا إجابتهم صحيحة يعني حتى وهي خاطئة نجيبوه صحيحة. زدتيني اتصال زوري ناخذه مع بعض. الو 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 مساء النور. مساء النور وصراتي اخت سمية. الحمد لله صحة رمضانك كل عام انت بخير. عيدك كل عام انتم بخير. شكرا لك. شكون معايا ومنين؟ ام مروة من ام بواقي. ام مروة من ام البواقي مرحبا بك ام مروة. عيدك يلا شكرا على الحصة هذه ونشكر الشيخ بشرى شيف بشرى شكرك على الوصفات. يلا نسمع فيك تفضلي. الو بغيت نشارك السؤال برك. اكيد تفضلي يلا وشنو هي الاجابه؟ بياض البيض. بياض البيض قلتي لي ام مروه يا اخي. اي ام مروه من ام البواقي. يلا هذه نفاسي هكذا. ام مروه من ام البواقي. يلا ام مروه كش ما تطلبيكش وصفه؟ والله شكرا درتوا كلش الحمد لله. نعم درتوا كلش الحمد لله. ربي يحفظك ام مروه شكرا لك. ربي يبارك فيكم ويبارك فيك انت كذلك وصحه فطورك وان شاء الله نسمع صوتك مره اخرى ان شاء الله يا ربي تعيش. شكرا شكرا ربي يحفظك شكرا لك. فيلم يلا فيلم يلا نعاود نرجع لك بشاكش ما عندك اضافه انا حنجيبها على راسي هنا في هذا البلاصه جيست على لي زانغريديو هنا المكونات تاع التحليه كنت نسيت ما يش مكتوبه برك نص كيس تاع فلون تاع كراميل يقدروا يديروا فاني ونص كوب تاع بودره شونتيي هذا ما كان. يلا مازال عندنا الوقت تقدر تعاود الوصفه تاع الكراميل تاع التحليه. يلا تقدري تعاوديها من الاول باش بدون فوالا عندنا نص ليتر تاع حليب. ولا نعطيك اسمه؟ لا 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 كاسمه سميه وما خلي 31 عندنا نص نص عندنا ها سميه شوفي عندنا نص ليتر تاع حليب درنا فيها جوج مغارف كبار تاع مايزينا نص كيس تاع فلون تاع كراميل كما يقدروا يديروا فاني درت هنايا مغرفه صغيره تاع لاغوم تاع كراميل ومغرفه كبيره تاع صلصه كراميل
درتهم في الفرن خلطتهم كامل كيف كيف، غير نخلط باش ما تعقدليش ضربه واحده. جبت لي فيغين تاوعي بعد ما عقدت لي، درت هنايا تقدروا تقولوا شويه تحت النص كميه تاع كريمه، ومن بعد درت كريمه، درت هنايا صلصه الكراميل. والطبقه الثالثه درت عباره عن هنايا تحبوا ديروا المكسرات يكونوا محمصين، كما تقدروا ديروا بسكويت تلحوه ديروه كطبقه. ومن بعد الطبقه الاخيره كنت قسمت انا كميه تاع الكريمه اللي طيبتها، درت نص في الفريجيدار يبرد، كما تقدروا انا درته في كونجيلاتور جي سبيس يبرد لي ثمثم، نزيد معاه مول ما يبرد لي نزيد معاه نص كاس تاع بودره شانتيي ونطلعهم كيف كيف، ونديكوريها كيما هكذايا كطبقه اخيره. كما تقدروا ديروها ان غوزاز من الفوق وديكوراها بواش حبيتو، كيما انا هنايا استلها طبقه رقيقه برك تاع صلصه كراميل وديكوريتها هنايا بتزيين خفيف. كما تقدروا نتوما واش كان عندكم زينوها. يعطيك الصحه شيف بشرى، شكرا على الوصفه تاعنا اليوم. كفاك الوقت الله يبارك، كنت خايفه شويه لكن ما شاء الله عليك ربي يحفظك. مشاهدينا الكرام تعودوا علينا دائما، روحوا على فاصل اشهاري، روحوا على فاصل اشهاري بعدها على طاولة التقديم. السلام عليكم، صحة رمضانكم. اليوم نتحدثوا على بذرة المعدنوس، واللي هي تجي على نوع بودور ولا على نوع المعروف بها حشيشة المعدنوس. معدنوس غني بالألياف وغني بالفيتامينات وخاصة بالأملاح المعدنية، نذكر بعضها: كالسيوم، بوتاسيوم، فوسفور. بذرة المعدنوس نستعملها في معالجة بعض الأمراض، واللي هي علاج التهاب المفاصل، تساعد في إزالة السموم، ديتوكس من الجسم عن طريق التبول، تقضي على البكتيريا، وأيضا تستعمل من طرف النساء في 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 معالجة الانفكسيون اورينير. ملاحظة صغيرة، بذرة المعدنوس سي ا دي كونسيي بور لي فام انسانت، تقدر تسبب إجهاض. صحة فطوركم وإلى اللقاء. مبروك رمضان كريم. تدبيرتنا ليكم في برنامج ألو شيف لنهار اليوم حتكون متميزة، تميزكم انتوما اللي راكم تشوفوا فينا. شكون فينا اللي ما يقعدلوش طريف تاع القلب اللوز، ولا في بعض الأحيان ما يكونش من نوعية جيدة؟ تدبيرتي ليك لنهار اليوم هي كيفاش تعودي تستغلي هذاك القلب اللوز وتخرجي منه أفكار رائعة تفيدي بها أفراد الأسرة. إذا قعد لك شوية قلب اللوز، ما عليك غير تضيفي له شوية تاع المكسرات من اختيارك، وتضيفي له شوية تاع الشامية وترجعيها عقدة، ديري بها السامسة ولا ديري بها لي سيجار، صدقيني حيجو بنا على بنا. نتمنى تدبيرتي نهار اليوم تكون لاقت بيكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا بالخبر. ودوكا ما تبقى عليا غير نقول لكم صحة فطوركم ورمضان كريم إن شاء الله. فانا لأنه الفرماج مازال ما ولاش حمر، ما حبيناش نحطوا الكراتان تاعنا هكذاك. يعطيك الصحة، لكن الطابلة معمرة بالمملحات أكيد والتحلية تاع نهار اليوم. الله يسلمك سمية. كنا اليوم درنا لهم مملحات بسيطة وسهلة، يقدروا يوجدوها في مابا نص ساعة، اللي هما دي ميني كيك أوتون، يقدروا مامي يبدلوها يديروها بالدجاج. هنايا كانت عندنا التحلية تاع الكراميل، ثاني سهلة واقتصادية. وكنا درنا لكم الكراتان تاع الباذنجان، احنا مازال يحمر شوية برك ويخرج ونحطوه. يلا خلطي واعطيني، خلطي مليح مليح واعطيني زوج اسماوات، والبث المباشر تاني تعطيني منه فائزه او فائز. بسم الله. يلا الاسم الاول. يا درا يا درا يا درا شكون يا درا شكون؟ ام محمد بن باتنا. ام محمد بن باتنا الف مبروك عليك، خلط كهربائي او مكنسه كهربائيه مهداه من عند بروند مجمع سيفيتال، اول فائزه ام محمد من باتنا. يلا ثاني فائزه بسرعه بشرى. يلا ثاني فائزه رندم باتنا، ربحوا اصحاب باتنا. رندم
عندها من بيتنا ألف مبروك لك. أروحي أنت أم محمد روحوا دول الهدايا تبعكم راح يتواصلوا معكم أكيد. رندا من بيتنا رندا من بيتنا فستيب قسيمة شراء قيمتها 10,000 دينار جزائري مهداة من الواحة للتسوق. طلعي وهبطي وعطيني اسم يا بشرة. طلعي مليح شوفي لأنهم جاوبوا حتى تلقاهم جاوبوا فارينا. يلا ليا سدي الشفافية هذه نحب أن تكون مصداقية في التصويت. طلعي هبطي طلعي وحطي صباعك ديريكتومون على اسم مولا تمام. هيا هيا بشرة هيا حطي شكون اقراي. ساري سارة. ساري سارة فارينا ان شاء الله. ساري سارة اللي يكتبوا ان شاء الله قام يربحوا. ساري سارة الف مبروك ليك الباك مهدى من لوفينا المجموعة من مواد التجميل. يعطيكم صحة شكرا لميل انوي على الاطلالة تاعي تاع نهار اليوم. وبشرى شكون اللي شرفت على اطلالتك كوليكسيون باي اسماء قلها ميرسي بوكو. شكرا ليك راح تلقاكم غدوة ان شاء الله بشرى مع زميلتي اكرام ان شاء الله في خدمتكم باطباق جديدة. بقوا دائما اوفياء صحة فطوركم وتبقوا على خير.